مع استمرار الحصار على مدينة درنة يتزايد التساؤل عن مغزى الحصار وإمكانية استمراره. برنامج الأسئلة الخمسة الذي نناقش فيه اليوم الحصار على مدينة درنة واستمراره وإلى أي مدى سيصل. تعيش مدينة درنة منذ أشهر حصارا خانقا ازدادت وطأته الأسابيع الماضية، إذ منعت ميليشيات الكرامة كل المواد الغذائية والأساسية والطبية من الدخول لها، وهو ما شكل حالة إنسانية خطيرة على كافة الأصعدة. تحاصر درنة التي يعيش فيها أكثر من 100,000 مواطن من قبل ميليشيات الكرامة بحجة عدم فرض السيطرة عليها واستمرار وجود ما يسمونها بالمجموعات الإرهابية فيها، وذلك من قبل غرفة عمليات عمر المختار التابعة للكرامة. واستمرت الانتهاكات في منطقة مرتوبة شرق المدينة، حيث قامت مجموعات مسلحة بمنع مرور 3 شاحنات محملة بغاز الطهو إلى مدينة درنة مهددين بإطلاق النار في حال مرور الشاحنات، وهو ما أدى لعودتها إلى تبرق. وروجت ميليشيات الكرامة بأنها قامت بفك الحصار عن مدينة درنة، وذلك عبر منفذي مرتوبة وكرسة، لكن يستمر منع الدخول المحروقات والدواء ومواد البناء والغاز، ويتعرض أهل درنة لمعاملة سيئة من قبل المجموعات المنتشرة في البوابات هناك. كما تتعرض مدينة درنة لهجمات جوية متكررة من قوات الكرامة، وذلك باستهداف مواقع مدنية داخل المدينة من الحين لآخر، غير أن شورى درنة تمكن من إسقاط طائرة حربية تابعة لحفتر، قتل على أثر هذه العملية طيار سلم جثمانه مؤخرا في مدينة درنة لقبيلة العبيدات. صعوبة مع استمرار الحصار على مدينة درنة من قبل ميليشيات الكرامة، إذ دخل الحصار التام أسبوعه الرابع في ظل صمت من قبل المسؤولين والأطراف السياسية المعنية بهذا الشأن. الحصار سبب في شلل شبه تام لحركة المرور في المدينة بسبب نقص الوقود، كما توقفت معظم المخابز عن العمل، بينما أطلقت المستشفيات في المدينة نداء استغاثة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه دون جدوى. وناشد المجلس البلدي للمدينة ومجلس الأعيان ومؤسسات المجتمع المدني كافة الجهات المسؤولة للتدخل لفك الحصار عن درنة، وذلك في بيان أنه الثالث من قبل الجهات نفسها. المريب في الأمر أن ميليشيات الكرامة قالت أنها فتحت المنفذين الشرقي والغربي للمدينة، غير أن هذا الفتح لا يشمل المواد الأساسية والطبية والأغذية، وهو ما يعني فعليا استمرار الحصار. لنتساءل عن سبب ترويج الكرامة لأنباء فك الحصار عن مدينة درنة. ونستعرض هنا مراحل العمليات الموجهة ضد مدينة درنة وأهالي مدينة درنة في هذا الخط الزمني. بدأت التوترات ما بين مدينة درنة والمناطق المحيطة بها عبر عمليات ميليشيات الكرامة في عام 2014، واستمرت هذه التحرشات من قبل ميليشيات الكرامة على المدينة حتى 2017. بدأ بالعنوان الأبرز الذي اخترناه اليوم في الأسئلة الخمسة لنجيب عنه، لماذا يتم فرض حصار على مدينة درنة ومن هي الجهة التي تقوم بهذا الحصار؟ إذا ما تابعنا هنا يعني مراحل بدأ التوتر ضد المدينة من 2014 حتى 2017، بدأت ميليشيات الكرامة أعمالها العدائية ضدها منذ شن عملياتها في بنغازي عبر القصف الجوي والاشتباك المباشر، إذ شهدت مدينة درنة اشتباكات مباشرة في محيطها مع ميليشيات الكرامة، وأيضا شهدت قصفا جويا استهدف بعض المواقع الموجودة فيها. إذا ما تحولنا إلى فبراير 2015، الحرب على درنة، هجوم مصري على المدينة، قامت طائرات تابعة للنظام في مصر بشن غارات جوية على درنة بحجة الانتقام لمصريين قتلهم تنظيم الدولة في سرت، وقتل على أثر هذه العمليات الجوية أطفال في مدينة درنة وفق ما ظهرت في الصور في ذلك اليوم. وكانت الغارة الجوية
على خلفية مقطع فيديو ظهر في مدينة سرت من قبل تنظيم الدولة ذبح في بعض المصريين، فقام السيسي بضربة جوية على مدينة درنة في اليوم التالي، والضحايا كانوا أطفال كما شاهدنا في هذا العرض. في أبريل 2016 طردت مدينة درنة داعش من داخلها، حيث هزم أهالي وثوار مدينة درنة تنظيم الدولة بالتزامن مع ضربات جوية لميليشيات الكرامة. ما نتابعه في أبريل 2016 أن الحرب كانت عنيفة ما بين شورى درنة والقوات الأهالي الداعمة لهم ضد تنظيم الدولة، إلا أن ذلك تزامن مع هجمات جوية تابعة لميليشيات الكرامة ضد مواقع للثوار في مدينة درنة، وهو استمرار لهذا العنوان وهو الحرب على مدينة درنة. إذا ما تحدثنا أيضا عن استمرار هجمات الكرامة، ما زالت مستمرة هذه الهجمات، إذ استمرت ميليشيات الكرامة في شن الهجمات على درنة وترويع أهلها رغم طرد داعش. في السابق كان المشهد يتحدث أو ميليشيات الكرامة تضع حجة الهجوم على مدينة درنة بسبب أن تنظيم داعش موجود في داخلها. بعد أن طردت قوات شورى مجاهدي درنا يعني تنظيم داعش وطردوا الأهالي تنظيم داعش من مدينة، ما زالت الحملات العسكرية والهجمات الجوية مستمرة على مدينة درنا، وذلك من 2016 بعد طرد داعش حتى الآن. مايو 2017 الهجوم المصري الثاني، شنت طائرات مصرية هجومها الثاني على مدينة درنة في مايو 2017، حيث قامت بغارات جوية أدت لسقوط مدنيين وإصابة مواقع مدنية في المدينة وفق ما حصلنا عليه من صور. بالنسبة للملف الآخر وهو حصار درنة، بدأ الحرب على أو مسألة الحصار على درنة الذي دخل أسبوعه الثالث، وهو الحصار المفروض على المدينة بشكل كامل. الحصار على مدينة درنة كان موجود منذ أشهر، ولكن الحصار الكامل بدأ فعليا منذ 3 أسابيع، إذ أغلقت ميليشيات الكرامة كل المنافذ على المدينة ودخلت أو منعت دخول كل المساعدات وغاز الطهي والمساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، وهو ما خلق حالة من الأزمة الإنسانية داخل المدينة ومناشدات عدة من قبل الجهات في المدينة. أيضا إذا ما تحدثنا عن البيانات التي تصدرها الجهات من مدينة درنة، لاحظنا أن هناك نداء استغاثة تم إصداره نتيجة الحصار الكامل مضروب على مدينة درنة. هذا البيان كان من قبل المجلس المحلي لدرنة والمجلس الاجتماعي ومديرية أمن درنة وتجمع أهالي درنة ومؤسسات المجتمع الدولي المدني عذرا ومكتب دار الإفتاء ومجلس أعيان الحكماء ومجلس شورى مجاهدي درنة. البيان يؤكد على أن الحصار ما زال مستمرا نتيجة الحصار الكامل مضروب على مدينة درنة وإغلاق جميع منافذها ما تسبب في معاناة إنسانية، وهذا الأمر يرد على الأنباء التي تتحدث عنها الكرامة بأن الحصار قد تم فكه على مدينة درنة. هذا البيان جاء يوم أمس يؤكد أن الحصار مازال مفروض على مدينة درنة. إذا ما تحدثنا أيضا عن البيان الآخر وهو بيان مؤسسات المجتمع المدني في المدينة وبيان رابطة مؤسسات المجتمع المدني في درنة، ثمنت فيه جهود ومساعي فتح الطريق وتؤكد إعداد مذكرة للجنايات الدولية. هذا البيان تم إصداره من قبل مؤسسة المجتمع المدني بمدينة درنة، يباركون فيه مساعي الأطراف المختلفة لمحاولة فتح الطريق، ولكن يقولون أيضا بأنهم سيقدمون مذكرة للجنايات الدولية لإثبات هذه الأعمال العدائية والحرب ضد المدينة واعتبار أن حصار المدن هو جريمة حرب. إذا ما تحدثنا أيضا عن السوشيال ميديا والحصار مازال مستمر، هذا ما رفع على صفحات التواصل الاجتماعي في مدينة درنة، أشهرها صفحة درنة زوم التي قالت بأن فتح المنفذ الغربي ليس حقيقة وإنما مازال مغلق، بسبب أن صحيح قالوا أنهم يسمح بحركة التنقل والدخول والخروج من درنة للتزود بالضروريات، ولكن هذا لم يحدث حتى اللحظة، يمنع دخول المحروقات والدواء ومواد البناء وغاز الطهو، وتعرض أيضا الأهالي وفق صفحة درنا زوم لمعاملة غير إنسانية في طريق كرسة ومعاناة السكن، وأيضا هناك تهديد من قبل العناصر المسلحة بمنع إدخال غاز الطهو للمدينة والإعلان عن تجديد إغلاق المنافذ الجنوبية واعتبارها منطقة عمليات عسكرية. إذا بعد كل هذه المعلومات مشاهدينا اليوم سنناقش في الأسئلة الخمسة اليوم مع ضيوفنا
من يحاصر مدينة درنة وإلى أي مدى يمكن أن يصل هذا الحصار ويعني كيفية تطبيقه وصمت الجهات المسؤولة عن هذا الحصار، ولكن ذلك بعد أن ندخل إلى فاصل ونعود لكم. ليتحدث في الأسئلة الخمسة حول هذا الموضوع معنا ضيوفنا عبر الهاتف السيد عبد الفتاح الشلوي الأستاذ والباحث السياسي، وأيضا معنا الدكتورة سهام سرقي وعضو مجلس النواب، والعميد يحيى لسطى عمر مسؤول الملف الأمني بدرنا. أبدأ بالسيد عبد الفتاح الشلوي. سيد عبد الفتاح، السؤال الذي نطرحه اليوم في الأسئلة الخمسة: من الذي يحاصر مدينة درنة؟ من هي الجهة السياسية التي تتحمل الحصار على مدينة درنة؟ نعم، بداية مرحبا بكم بالسادة المشاركين ومشاهدين والمتابعين. أهلا وسهلا بك. ثانيا نبارك لكم عودة قناة النبا في علتها الجديدة، وأرجو أن تضيف إضافة ونقلة نوعية للإعلام في ليبيا بصفة عامة، لأنها حقيقة هي رقم مهم جدا في الإعلام. اتفقنا معها أو اختلفنا معها، ولكن تظل رقم كبير في الإعلام في ليبيا. اسمح لي أستاذ صفوان، أولا أود أن أهلا وسهلا بك، تفضل. أعرج على 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 نقطة مهمة جدا، وهي أن يعني من أول البارح كنت نتابع في حلقة بخصوص درنة، وكان شارك فيها أستاذ في القانون ودعا للتهدئة ودعا لحفظ الدماء، و فخرج من المذيع المقدم وكان يصر يقول لك كيف تدعو للتهدئه، وحتى احنا ورعنا دماء وفي اثارات، يعني هذا نستغربها من 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 اعلامي ولو كان حتى مبتدئ، مش اعلامي مثلا يعني محاضره في هذا الاطار. ايضا هناك دعوات بدء من ناس يعني ينتسبوا للحقوقيين واهل القانون بدعوه للتأجيج، والامور هذه طبعا هذه مرفوضه. ناتي لمشكلة درنة، نتحدث عن مشكلة درنة، نطرح السؤال الآتي: كيف نشأت مشكلة درنة؟ نعم. وما هي الحاجة اللي دعت إليها؟ مشكلة درنة
يعني باش نوضر المشكله نضعها في اطار مشكله درنا ليست مشكله اجتماعيه ولا علاقه لها بالجانب الاجتماعي على الاطلاق ولن تكون. مشكله درنا هي حاجه عسكريه وحاجه سياسيه دعت اليها الحاجه لتوظيفها لغرض سياسي بحت. بانقضاء هذا الغرض ستنتهي مشكله درنا، وللاسف الشديد اللي يدفع في الثمن هم الناس الغلابه والناس اللي هم البسطاء. الان نسمح في 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 دعوات ان درنا تحدد مسارات السياسه. يعني درنا حتى تضع السؤال الاتي: لمن نتبع؟ ليبيا فيها ثلاث حكومات، هذه واحده. اثنين، لمن نتبع؟ درنا فيها ثلاث مديريات امن بالاضافه الى مديريه الامن اللي هي مشكلها المجلس المحلي درنا اللي هو صاحب الاختصاص في هذا الامر. لان درنا لها خصوصيه معينه، وهي انها هي رهن جغرافيتها الداخليه وجغرافيا المحيطه. الجغرافيا الداخليه لانها درنا مساحه ضيقه يحيط بها البحر وجبل، السفح بتاعها ضيق يعني. هذه ناحيه. الناحيه الجغرافيه المحيطه وهي انها يعني نقدر نقولوا ان يعني درنا تحكمها ثلاثه او اربع مداخل، يعني خانق مدينه درنا حتى يعني صحيح. اذا الحصار سياسي او مرتبط باطراف سياسيه وعسكريه وليس حصار قبلي، ما فيهاش اي شك. لكن من الاطراف التي تتحمل قضائيا ومستقبلا؟ الان مؤسسات المجتمع المدني في درنا تتحدث بانها ستحول الامر لمحكمه الجنايات، من يتحمل الحصار على درنا؟ هناك بعض الاطراف تقول بانها ليست مع هذا الحصار او انها ترفضه بحكم انه عمل يعني مستهجن وغير مقبول في مجتمعنا الليبي، ان يتم محاصره مدينه بشكل كامل بهذا الشكل. ليس هناك تبني رسمي حول هذا الموضوع او انه نعم نحن نقوم بمحاصره درنا عن طريق بيانات رسميه وغيرها. ما يعني من يتحمل ذلك وفق وجهه نظرك؟ صفانا انا لست قانونيا، ولكن هناك نظريه قانونيه تقول ما يعني مسؤوليه التابع والمتبوع. اول واحد يتحمل المسؤوليه هو البرلمان الليبي اللي هو تبعد مدينه درنا عنا ب 100 كيلومتر، هذا رقم واحد. رقم اثنين هي السلطه اللي الان محترف بها في العالم، وتقول انا السلطه التشريعيه اللي السلطه التنفيذيه في ليبيا، وهي المجلس الرئاسي اللي هو يقف يعني يقف على مدينه درنا. ولكن في كل الاحوال مجلس النواب لن يخرج عن هذه المسؤوليه. السيد فايز سراج وحكومته التابعه لن تخرج عن هذه المسؤوليه. ايضا القوات المحاصره مدينه درنا ايا كانت تتبع، ميليشيات او جيش نظامي، هذا نحن لا يعنينا. فيه ناس موقفين، وفي مباركه لها من 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 من, من السلطه التشريعيه، وفي مباركه لها من السلطه العسكريه. هذه واضحه. لكن لا يمكن نحن كأهل درنا نسقط هذه الخلافات ونسقط المعاملات السيئة على قبائل المنطقة أبدا. هذا لا يمكن يحدث. وحتى يعني لما طلعوا أهل درنا يعبوا في وقتهم بنزينة في 50 كيلومتر 70 كيلومتر أستاذ عبد الفتاح، طيب ابقى معنا. أتحول إلى دكتورة سهام سرقيوة. دكتورة سهام، عضو مجلس النواب، أهلا وسهلا بك. كيف أو من الذي يحاصر درنا، ومن الذي يفرض الحصار على درنا، ومن يستخدم هذه الأساليب في ليبيا ضد المدن الليبية، ومن يتحمل ذلك؟ دكتورة سهام، دكتورة سهام هل تسمعينني؟ طيب عميد يحيى لست عمر، أهلا وسهلا بك إلى الأسئلة الخمسة. من الذي يتحمل الحصار على درنا، ومن هو بالفعل الذي يفرضها؟ نريد أن نعرف أسماء مجموعات، من أين يقفون، أين يتواجدون، ما هي العمليات التي يقومون بها بالضبط، ما هي الأنباء التي تتحدث عن فك الجزء للحصار عن المدينة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. أهلا بك. على ضيوفك الكرام. أهلا بك. طبعا أنا شاهد أعيان والحمد لله واقع وعشته وشفته. حصار درنا بدأ من اليوم الأول لتهريب تنظيم الدولة، أنا عشته واقعا، رأيته بأم عيني. هذا الواقع تعاقب درنا لأنها أخرجت تنظيم الدولة، تعاقب درنا لأنها كشفت أكبر مخطط استخباراتي ينفذه العملاء
درنا من اليوم الأول، من اليوم الأول فيه اتصال كان مباشر مع أحد قادة مرتوبة، خلونا ربع ساعة نصوروا على الجامعة ونطلع. الجيش حرر الفتيح، الجيش دخل الفتيح، وهذه أكذوبة ويشهد عليها الجميع القاصي والدني. من اليوم الأول لتهريب تنظيم الدولة وصفت الكسارات، مات أحد أئمة المساجد، وبعدها بدأ حرب ممنهجة معروفة لدى الجميع، المدينة الرياضية، المحطة البخارية، الميناء، البنية التحتية، أمور يشهد علينا الإنسان ويشيخ من أم عينا، قتل الأطفال. هذا 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 الموضوع جعل من المواطن غير مصدق، ولكن تجلت الحقيقة عندما هرب تنظيم الدولة للمرة الثانية ومعروف الذين من مدينة بنغازي ومن وسط شوارعها. هذا العمل يقوده أناس عمداء خونة. نحن في مدينة درنة كشفنا هذه المؤامرة، لم نحتدي على أحد، يدينا ممدودة إلى الكل. تجلت هذه اليومين السابقين خروج أهل درنة، شافوا المعاملة السيئة، 3 ساعات ينتظرهن الواحد في طوابير طويلة في محطات البنزين. والغريب من الأمر اليوم اللي يدخل مدينة درنة يقعد 3 ساعات، العائد لأسرته 3 ساعات. والغريب الآخر اليوم أحد تجار يسترزق الحالة ماشي جايب نافذة لأحد المخابز، على طول كبوه له 2000 لتر قدام الناس وما فيش حد يقدر يتكلم. البضاعة كده بتخش للدرنة، التجار يدفعوا في أتاوة لبعض الناس. تاجر هذا بتاع الغاز عنده محلين يتحدث الجميع، أهل مرتوبة تفرجوا ويتحدث الجميع، وهو ليس لي بالأصل حتى من أسمى. رجع 3 سيارات قعدت في تبرك. وين ماشيين نحن؟ وين ماشيين؟ هل الحاجة اللي يشوفوا فيها وما يعانيه الدرنة عند خروج عدتهم؟ ترى العجب العجاب، مأساة حقيقية في الأخلاق، تدني في مستوى الأخلاق الليبيين، لا احترام لكبير لا احترام لصغير. أمس تم خطف 3 أشقاء أجبروا ولدهم على الاتصال بأبنائه بحجة أنهم كانوا يحاربوا في تنظيم الدولة ولا كذا. المهم يومين 3 وهم اطلقوهم، أمور صراحة بحجة أنهم كانوا يقاتلون داعش تم القبض عليهم. هكي هذه توا التهمة اللي ممكن نحن محطينها لهم، لأن ممكن كانوا لأن طلعت درنا في كلها، لكن ما زلنا ما تحققنا، لأن هم توا تأكدنا أنهم في جرنادة وعلى أساس أن هذوم يسكنوا في درنا لكن في أحد المزارع المتاخمة لمدينة كفة. طيب. فهم بيحاولوا يفرغوا المناطق. نعم. عميد يحيى. نعم. سؤال الآن، المجموعات التي تقوم بعملية الحصار وعملية منع إدخال الاحتياجات لمدينة درنة، هل هي من المناطق المجاورة أم أنها خليط من العسكريين موالين لحفتر، أم من أين؟ يعني ما هي هويتهم؟ لمن يتبعون؟ تحدثت عن شخص أجنبي قام بإرجاع بعض الأشياء، يعني من هويتهم؟ مش أجنبي، مش ولد أصل، يعني مش معروف، يعني كان عنده كان عنده وراه ناس ويعرف يتحكم فيه، وما خلاش يدير الموضوع هذا. اللي حاصروا للأسف الشديد، نحن في أهل كرسة ناس نعرفوهم، تجارتهم موجودة، عندهم سيارات كذا، مش اللي موجودين في بوابة كرسة من أهل كرسة. يكفي أن فيهم واحد قاتل وما يقدرش يمشي لهذا، واحد مغيث سباق قاتل في مدينته وهارب وما يقدرش يخش لنا. هذا هو جايب مجموعة من بوهديمة ومسميهم ثوار، ومجموعة الأخرى أهل الدم. المهم هذه هي محاور كاذبة يصرفوا عليهم بفلوس. هل تعلم ملايين الدينارات اللي صرفت على باسم درنة؟ عندك 2 بلديات وعندك 3 مديريات، فلوس يصرف عليهم البلديات. هذا اللي هو صراع مزعوم، فقط صراع مزعوم، هذين يصرفوا في فلوس. هل تعلم انهم يخصوا في اراضي دخل درنة تعيينات وصلا الى قريب 3000؟ نقول لهم ان هذه راهي ولاده خارج الرحم. الولاده خارج الرحم يعني معروفه ميته. هذا اهدار للمال العام، أمور يعني ما تقدرش تصفن وما تقدرش تستوعبهن، لأن ما عندكش آلية لأنك تقعد
كيف هم التاجر وهم تجار الحروب وتجار الأزمات، هم عطلوا كل جهود المصالحة. نحن مع استمرار نأكد أن ما زلنا نأمل الخير في جهود المصالحة والناس الخيرين لحقن الدماء ومن سمحوا يعني في أمور هذوم اللي سموا في روحهم بأهل الدم في أمور أخرى. نعم. بالعرف والدين والقانون. نعم عميد يحيى. نعم. نعم. طبعا أعود إلى السيد عبد الفتاح الشلوي. سيد عبد الفتاح، فقط أريد أن أنوه للمشاهدين قبل أن أعود السيد عبد الفتاح أنه السيدة سيام سرقيوة عضو مجلس النواب لم نتمكن من التواصل معها رغم أنها كانت موجودة معنا في الحلقة. وسؤالنا اليوم، من يقف وراء حصار درنا ولماذا يتم فرض أصلا حصار على درنا وما الهدف من الحصار على درنا؟ أسألك، ما الهدف من حصار درنا؟ إلى ما الذي يريدون أن يصلوا له من هذا الحصار؟ تم الحصار شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ما الهدف من الحصار؟ ما هو الهدف الاستراتيجي العظيم في درنا كي يتم حصارها بهذا الشكل؟ يعني من حصار معنوي وحصار مادي من 20 شهر تقريبا. الحصار المعنوي في صفوان هو أن أي مواطن من مدينة درنا يغادرها دائما عنده هاجز القبض والترحيل للسجن بأي تهمة الله أعلم، ما فيش حاجة. والحصار المادي هي البوابات وعدم دخول بعض الأشياء ومواد غذائية، تموين، صحة، الأمور اللي هي هذه يعني معروفة للناس. عندنا ناس يعني خرجت من درنا ما عليهش أي شيء وما زالوا في السجن لحد الآن. رئيس الحرس البلدي وعضو المجلس المحلي لمدينة درنا فتح الله المقصبي ومدير سجل المدى شركة الخدمات أفرج عنا، الأستاذ كمال دربي 70 من العمر وهو رجل مهتم بالرياضة مهتم بعلوم التربية وبالجانب التعليمي مدير مصرف الجمهورية مسكوه، كثير من الشباب. يعني الحصار المادي متمثل في منع الغاز والبنزين عن المدينه. لكن في المده الاخيره ضيقوا عليها، يعني وصلت ان اللي يشيل خبزه في درنا يعني ممكن ينظرون بشيء من الاستغراب. البطاطا تم نادره في المدينه، البنزين وصلت 40 دينار. طبعا هذا يعكس لك يا استاذ صفوان ان هناك ناس مستفيدين جدا من هذا الحصار ويبقون يوم ان يفتح. يعني هذول ناس مستفيدين اللي هم المضاربين وتجار الحروب، لكن تجار الحروب كان شوية أخلاق، الآن أصبحت وجوههم قبيحة جدا، يعني يترزقوا ويترزقوا ويديروا في ثرواتهم على مآسي وألام الناس مدينة درنا. يعني العيب مدينة 130 ألف تعامل بهذه المعاملة. نتذكر بعثنا نجيلة لحديقة الأطفال من درنا استطاوها عملت مختار ياهي استعملوا فيها في التخفي. يا أخي أنت ماشي لبنان والله في سريلانكا والله في التمييز الفتح حمرة وهذه هي خضراء، يعني معناها كده أهداف واضحة خليها تدخل. للأسف البيوت اللي صدرتها منظمة إنسانية محايدة وهو الهلال الأحمر بشحن. لكن هذا الحصار هل يحظى ببركة جميع الأطياف المجتمعي في المحيط قدرنا؟ طبعا لا، عقلاء القوم نتواصل معهم وهم مستعيضين، لكن طبعا التعارك الظروف مش كل الناس هذا تحكي وفي يظهر ما لا يثبت حتى من أهل الخير خوفا من أمور لا يحمل عقبها. طيب نعم نعم مع مدينة درنا معاملة بشكل عقلاني ومنطقي. طيب. وليس تعامل عاطفي، دخول طيب. السياجات ليس فضلا ولا من طيب الحق. نعم سيد حقوق أخيرة وليست مكتسبة. طيب سيد عبد الفتاح، يعني لما تبي تفتح أدابنا هذا السؤال يا أستاذ عبد الفتاح، ميليشيات الكرامة ادعت عبر وسائل إعلامها بأنها قامت بفتح المنافذ باتجاه درنا وأنها فكت الحصار جزئيا، ولكن البيان المشترك من قبل المجلس المحلي لدرنا والجهات العامة في مدينة درنا يؤكد بأن الحصار ما زال مستمر وأن هذا الفتح هو فتح شكلي إعلامي. ما الذي يعني دفع ميليشيات الكرامة لأن تروج بأنها قامت بفك الحصار على درنا برغم أنها لم تقم بذلك؟ هل تعتقدون أن بالفعل هناك نوع من الضغوط عليها، هناك بعض من يعني الضغط الشعبي ربما عليها أو الضغط السياسي لتقوم بترويج مثل هكذا أنباء؟ تعرف أن الحصار قوبل باستهجان وقوبل برفض من 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 غالبية الناس العقلاء، ولا الحصار هذا جاي فلسفة وثقافة من العصور الوسطى انتهت مع تيمور لانج ومع هولاك ومع الناس. لكن يا أستاذ حدث ردة فعل
كبيره جدا حتى من مخارج الوطن. انا حسب معلومات متاعي انه ممكن في الايام القادمه يعني ممكن يوم السبت او يوم الاحد في وقفه امام الامم المتحده في درنا من غير الليبيين، وان هناك اليوم في احدى المواقع شفت ان هناك لتسجيل اسماء الضباط والناس القياديين اللي هم يحاصروا بدرنا باعتبار ان الحصار اصبح اليوم جريمه ضد الانسانيه، يعني معروف يعني المجتمع المشتبه القانون الدولي يقول هكذا، الحصار وسياسه التجويح ضد الانسانيه حتى في الحروب يا استاذ صبوان، حتى في الحروب يمنع هذا. لكن طبعا اللي فك الحصار فكوا فك تكتيكي من اجل مخفف الواحد بالضبط، بدليل حتى له فيه نوع من الخفه شوي من 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 الاعلام وخاصه في السوشيال ميديا هذه نشوف فيها، لكن سيظل الحصار حصار، واللي يشوف زي اللي سمع اهل درنا يعانون المراره ونحن نتحدث معنا في درنا وعايشين حياه وعايشين يعني هذا معي نبيتي نحب بنزينه من درنا نمشي 50 كيلومتر 25 كيلومتر ونرجع 25 كيلومتر اي منطقه هي يعني. هذا مش منطقه اطلاقا يعني، وهذا ما لجأت إليه القوة اللي هي تحاصر مدينة درنا، وأفشلوا جهود المصارحة جميعها، يعني الشيخ يونس الجازوي شفناه يعني رجل شيخ ورجل عاقل أبوه من كبار شيوخ المنطقة، شفنا كيف يستجدي توسل يا إخواننا، وقعنا لكم ورقة على بياض بس فكونا يا إخواننا نبغى نعيشوا حياتنا، يعني درنا من 2011 لحد الآن ما زالت تعاني، لكن يا أستاذ نعم يعني أيضا هناك نقطة مهمة سيد أستاذ عبد الفتاح، أننا عندما نتحدث إلى السياسيين للكرامة وغيره لذلك الطرف هناك نوع من الخجل عن الحديث عن موضوع درنا وموضوع الحصار وكأنه غير مبرر في الأوساط السياسية. هل تعتقد بأن يعني عملية عدم التبرير وعملية هذا الرفض وإن كان غير ظاهري قد يؤثر على هذه الميليشيات وما تقوم به من أعمال حتى خلال مدة زمنية أطول، أم أن ذلك لن يجدي نفعا برأيك؟ أعرف للاسف نقول وراني بدي حتى بدي انا كنت مسؤول عن السياسيين ان فيه دنو سقوط اخلاقي سياسي عند البعض حقيقه، يعني لانه هو بقاء في الكرسي حتى على الجماجم وعلى معاناه الناس ما عنده شيء مشكله، وهذا طبعا هذا لان ما احتمال سياسي ساجح فيها، هذه رقم واحد. رقم اثنين الحقيقه اللي يعني نشوف فيها في على الامر الواقع وعند ان الكرامه وقادتنا خارجين عن طوع البرلمان نهائيا يعني. طيب فقدنا الاتصال اذا بالسيد عبد الفتاح الشلوي، اعود للعميد يحيى لست عمر. السيد عميد يحيى، لماذا تروج ميليشيات الكرامه بانها فكت الحصار جزئيا عن مدينه درنا؟ لماذا تقوم ببث مثل هكذا انباء وهذه الانباء غير حقيقيه كما تؤكد الجهات الرسميه في درنا وكما اكدت انت قبل قليل؟ طبعا الحصار لامتصاص بعض غضب المواطنين، ولكن اهم حاجه المواطن اصبح واعي وما عادش في حد يكذب عليه. نحن نعلم طبعا موضوع الحصار هذا بالكليات العسكريه يسموا فيه صفحه من صفحات المعركه. طبعا انا ناكد لك ونقول لك ان حصار درنا فاشل بكل المقاييس. ليش؟ لانه مبني على معلومات كاذبه. المشهد اللي واضح بالاعلام مطلل لم يكن في مرتبط الرجل هذا بالكذب، المسماري مرتبط اسمه بالكذب، الشيخي مرتبط اسمه بالنفاق، فهذم هم الواجهه الحقيقيه لحصار درنا. طبعا البناء اللي يقفوا عليه والعسكريين اللي حاصروا في درنا مجموعه من اهل الدم، هذم من يتبعوا مزاجهم ويتبعوا ما فيش حد يتبعه، المداخله منين ياخذوا في فتاويهم منين وكذا، المتطوعون وبعض الاجهزه الامنيه، واللي ناكد عليه ان بناء الجيش هذا طبعا البناء يجب ان يكون له اسس سليمه في القوات المسلحه، مش من الناس متقاعدين، السن القانونيه، ما نقدرش نضحكوا على بعضنا، زي الدواء وما ينتهى صلاحيته اكسباير نمشي ناخذه ونشطه في علبه جديده. هل ما نسمح لنفسي ونخدع روحي ونعطيه لولدي وعارفه انه هو ما يصبحش؟ كل حاجه ولها صلاحيه. البطولات الزائده ونفخ الصدور على الشاب الرقد الريح اللي هو هي شماعه الارهاب، الاخوان والقاعده والدواعش وامور الدعايات المغرضه هذه وجدا ناس تستمع اليهم.
فيه ناس عندهم حقد وغل ونتيجة الجهل شوي وجدوا فرصة وجدوا سلوهم في هالموضوع. هذا ناس خارجين على القانون. هل تعلم أن تجارة البنزينة في درنا أحسن ربحا من تجارة المخدرات؟ لا تتعجب يا أستاذي الفاضل. هل تعلم أن الليترة 6 لترة 90 قرش تباع ب 35 دينار؟ تاجر المخدرات سيب المخدرات وتو يبيع في البنزينة. نعم. هذا علش استحالة أن نتحدى أي واحد يقدر يخشش بنزين الدرنة، لأن هذون ذاقوا طعمها في كل رحلة 2000 جنيه بسيارة صغيرة، وين يلقاها في اليوم؟ طيب. سيادة العميد، السؤال الذي يطرح نفسه أيضا أنه إلى متى سيستمر هذا الحصار؟ ما هو الهدف الذي ستصل له ميليشيات الكرامة من هذا الحصار؟ الحصار صحيح أنه طويل، الآن هو حصار خانق على المدينة، يعني ما هو الهدف الذي تريد أن تصل له هذه الميليشيات من بعد هذا الحصار؟ مدينة درنة تعرضت لكثير من المحن ولم يحدث بها شيء، لمتى تتوقعون أن تصمد هذه الميليشيات في مثل هكذا أعمال عدائية ضد مدينة درنة؟ هذا فاشل بامتياز. طبعا هم يعولوا على أساس أن فيه ناس وتطلع كذا، تطلع على الأجهزة الأمنية وعلى مجلس الشورى، هذا من الاستحالة بالمكان. ضاقوا مرارة الهجرة، كانوا في طبرق وكانوا كذا، شافوا الإيجارات الغالية، شافوا أنهم دواعش. ونأكد لك بأودة عشرات الضباط والشرطة والجيش والقضاء والمحامين موجودين داخل مدينة درنة آمنين. نحن في مدينة درنة العلم والثقافة، ونعرف بعضنا البعض. هذه المدينة مدينة الجميع، هذه مدينة حاولوا بقدر الإمكان أن يفتنوا بيننا وبين جيراننا. هذه نحن مدينة، هل تعلم أن فيها مسؤول هنا من عينمارة ماسك مدير مصرف؟ هل تعلم أن مدير أحد من المرتوبة ويمشي ويجي ماسك الخزانة؟ هل تعلم أن ماسك الاقتصاد من مدينة القبة يخش المنصب هذا؟ كيف جاه مش بقبيلته اللي حاطه، جاه لأنه طيب. أخلاقه كويسة. نعم. جاه لأنه يعرف كيف يخدم. نحن هذه مدينة الجميع، هذه راهي مدينة اسمها محكمة الوحدة الوطنية. وهل تعلم، بنقول لك أخي العزيز، كلمة قالها في حق أهل درنة عمر المختار في أيام إيطاليا، عندما تعجب شاف بعض الغذاء الجديد، قالوا لهم منين هذا الأكل؟ قالوا له من درنة. قال بارك الله في زادها وفي زوادها. طيب. هذا تاريخ راهو في مدينة سيادة درنة العميد. والكل نعم. طيب. شكرا جزيلا لك سيادة العميد يحيى لسطى عمر، كنت معي عبر الهاتف. وأشكر أيضا الأستاذ عبد الفتاح الشلبي الباحث والسياسي، كنت معنا عبر الهاتف. ونوه للمشاهدين أن السيدة سهام سرقيو عضو مجلس النواب كانت ستكون معنا في الحلقة، ولكنها على ما يبدو أنها انسحبت بعد بدء الحلقة. وصلنا إلى ختام الأسئلة الخمسة لهذا اليوم، ونلتقي في نفس الموعد غدا بإذن الله. إلى اللقاء. تغطي الأخبار عادة أبرز الأحداث وأبرز الشخصيات.